السلام عليكم الخوش، معكم غياث منير من مدينة القنيطرة. وكيف ما ديما وطولنا عليكم الغيبة هاد الأيامات هادي، اليوم إن شاء الله جينا بواحد الفيديو نشاركوه معكم جديد، واحد الفيديو على هاد المادة ديال الكودروني وهاد المادة هادي ديال الكونفلاج. اليوم هاد المواد الجوج هادو كيسولوني عليهم بزاف ديال الأصدقاء بالنسبة فاش نبغيو نخلطو لونكر اللي هي الصباغة اللي كنقولو لها الصباغة اللي هو لونكر، فاش كنديرو هنايا تيكون عندنا هنايا الدو الكونفلاج والكودروني. تيقولوا لي بزاف ديال الاصدقاء على شنو الدور ديالهم. الدور ديالهم اخوتي بالنسبه للكونفلاج تينفخ الصباغه اللي هي لونكر، كتكون بحال كتكون ناقصه من المفعول ديالها. ملي كنديروا الكونفلاج كنديروا تقريبا قد هذا الجهد هذا، تنديروه في كيلو ديال الصباغه، وقد هكا كنديروه كيلو عاوتاني ديال الكودروني قد تقريبا. وإلا كان بحال هكا، وإلا كان عندنا بالنسبة للأبيض ولا للوالي فاشحين بحال الصفار بحال الأبيض، تنحاولو نديرو الكونفلاج كتر من الكودرون. وبالنسبة للوال المغلوقين تنقدرو نديروهم توازنات قد يكونو قد الكودروني قد الكونفلاج. بالنسبة للكونفلاج إخوان، الكونفلاج كينفخ لنا الصباغة، هو اللي تينفخ الصباغة وتيعطي الطبعة مزيانة. غير هو المشكل اللي تيدير هو فاش كنديرو الكونفلاج فاش تنخلطو به الصباغة، تيطيح الصباغة البريو ديالها وتيطيح لها الجهد ديالها، معني هو تينفخها وبحال كيهرسها شوية. بالعوض ما كنعوضو هاديك الجهد ديالها وكنرجعو لها الجهد ديالها، كنرجعو لها بالكودرون. ملي كنضيفو لها الكودروني هو المادة اللي كترجع كتزيد البريو في الصباغة باش كتولي تعطيكم البريو مزيان. ومن الاحسن تخلطوها بالدوبي، وراه كما شرحت لكم في الفيديو ودير لكم فيديو كيفاش تخلطوا ماده الصباغه وهذه. المهم هذه الطريقه هذه من الاحسن ديروا ماده الدوبي، وكنديروا ماده الكونفلاج وماده الكودروني. كما قلت لكم الكودروني كيزيد يصحح الصباغه كيرجعها مزيان، هذا هو الدور ديالو. وبالنسبه للكونفلاج كينفخ الصباغه. وبالنسبه للاصدقاء عاوتاني بزاف تيسولوني على حساب الصباغه، ما كتبغيش تنشف لنا ما كتبغيش تنشف لينا، على حساب كيبغيو ينشفوها. بعض المرات اصدقاء كينشفوا غير بشيشوار عادي، وشيشوار عادي ما غاديش ينشف لكم اخوتي، لان هذا الارشو هذا ارشو كيشعل بالعافيه. انا كما عامل لكم دابايا هذا هو كما كيبان لكم دابا سخون كيشعل مزيان، يعني جا واحد درجه الحراره اللي فيه 2000 واط ديال درجه الحراره، يعني جا ما يقدرش شيشوار عادي ينشف لكم الصباغ. هذا هو الاهم ديالو، حيت بزاف ديال الاصدقاء كيقولوا لي لا ما كتبغيش تنشف لينا الصباغه ولا هادي، كيخافوا على الثوب اللي يطير لهم ولا شي حاجه. وبالنسبه للطابله كنديروا ليها الكولا ديال الطابله، هي اللي كتساعدنا على الارشو واخا فيه الحراره ما يقدرش يستهلك يحرق لينا الحوايج ولا شي حاجه. المهم هذه الطريقه اللي مزيانه. وبالنسبه للجيلاتين، جيلاتين الاصدقاء بزاف بعد المرات تيخلطوه وتيخليوه واحد المده طويله وكتبقى تخسر ليهم ولا ما كتبغيش تخرج ليهم الكليشي. هي الجيلاتين اخوتي الا خلطتوها راه ما كتفوتش واحد تقريبا واحد 50 يوم هكايا ما كتفوتهاش كتخسر. وبالنسبه اللي كيبغي يدوز بها مده طويله وعلى حسب معرفتي وعلى حساب شي ناس كانوا وصلوا ليا حتى هما المعلومه، والله كل واحد راكم عارفين كتاخذ شويه من هنا وشويه من هنا، وحنا كنحاولوا نوصلوا لكم المعلومه كما ينبغي. بالنسبه للجيلاتين الا درناها خلطناها، من الاحسن بالنسبه للاصدقاء اللي ما كيخدموش بها بزاف فاش نصايبوا بها الكليشي بحال هكا نديروها في الثلاجه. الا درتوها في الثلاجه لتحت راه غادي تدوم لكم واحد المده اللي تقريبا هي ديال 4 شهور هكايا ولا هادي، غادي تطول معاكم. وبالنسبه الا خلطتوها وخليتوها هكا عاديه على برا هكا كما كنقولوا باش تخدموا بها وتحطوها، راه ما تفوتش واحد 50 يوم غادي تخسر لكم الجيلاتين وما تبقاش تخرج لكم الكليشيات. وبالنسبه للاصدقاء بزاف دابا واخا كتحط الفيديوهات بزاف وهذه، صراحه الله حتى الانسان ما كيركزش مزيان، لان اللي كيبغي يطبع الساشيات راه كل حاجه داير لكم عليها الفيديوهات ديالها، وكل حاجه كتبغي البرودوي ديالها اللي هو غادي نخدمو به. ماشي بحال دابا حنا مثلا غادي نخدمو الملابس نخدمو بالبلاستيزور، غادي نجيو مثلا الساشيات ولا شي حاجات هما غادي نخدمو بالبلاستيزور، لا ما يمكنش. لي ساشي تقدروا تخدموهم غير بالصباغه مائيه، وكل الحاجه كتبقى ليها. الا كانت عندنا شي حاجه ديال الجلد تنحاولوا نخدموها بالصباغه ديال السيليكون. السيليكون راه كتخدم حتى لي ساشي ديال الميكا هكا راه كتخدم ليهم حتى هي مزيانه. وبالنسبه اللي كيبغي يطبع الكاغيط، اللي كيبغي يطبع الكاغيط ودكشي ديال المخبزات ودوك كارطونات ديال المخبزه ولا شي حاجه،
كطبعون بالصباغه السيريفليكس. المهم كنحاولوا نوصلوا لكم المعلومه كما هي الباغي، وهادشي اللي كاين الخوت. والصراحه واخا مده ما سجلت معكم شي فيديو ولا شي حاجه، بالنسبه للاصدقاء بزاف عاوتاني تيطلبوا كيقول لك عاوتاني باش كتامبريمي ولا شي حاجه. بالنسبه للامبريمون كتستعملوا كانون اللي كتكون هي طونير، اللي ما كتكونش كتعمر بالمداد ولا شي حاجه، كتكون هي طونير عندها الطونير ديالها كيكون فيها غير اللون الكحل. هذه كنخدامه ليكم 100% مزيانه، كتيري على الكار كتيري على اي حاجه. من خاطر الا بغيتو امبريمون تايلي تيري لكم على الكار، كاين واحد امبريمون جات لي كيعمروا بالمداد، غير هما كيديروا الثمن شويه. وما بالنسبه لهاد كانون اللي هي طونير لون واحد غير بالكحل، خدامه 100%. وبالنسبه للاصدقاء عاوتاني كيكونوا ما تيلقاوش المكتبات اللي تيريو لهم بابي كارك ولا شي حاجه، ممكن تيريو غير فورق بيض هكايه بيض عادي، ومن بعد ديروا له الزيت. المهم دابا ندير لكم فيديو على هذا الورق هذا كيفاش تستعملوه حتى هو في الكليشيات. وكنتمنى من الله الا عندكم شي سؤال ولا شي تساؤل خليوه لنا في لي كومونتير، وحاولوا تشجعونا. ولو وصلتوا معنا حتى لهنا بقاو ديروا لي لايك وتابوناو معنا، كاين فيديوهات قدام فيهم بزاف ديال المعلومات. المهم حاولت نشرح لكم في الفيديو هذا غير على بزاف ديال الاسئله كيسولوني عليهم الاصدقاء، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. وبالنسبه للاسوا راه كما كنقول لكم ديما، لاسوا اللي كيبغي يطبع الملابس لاسوا 43، واللي كيبغي يطبع لي ساشي ديال التوب راه كيطبعهم بلاسوا 64. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وكنتمنى من الله يكون عند حسن الظن ديالكم. وان شاء الله دابا نخليو لنا شي كومونتير باش نديرو لكم شي فيديو على حسب اللي بغيتو نتومايا. وبزاف ديال الاصدقاء الصراحه عاوتاني لاصقني على الوورد وعلى الفوتوشوب وهادي، وان شاء الله هاد الايامات دابا نبقى ندير معكم فيديوهات فهاد المواضيع هادو، ونشارك معكم اي حاجه. راه غير الوقت والظروف ما كتسمحش، وبعض المرات ما كتجيش كل حاجه في الوقت ديالها كيف ما كنقولوا، حيت راه داكشي كنديروه حنا غير في ظلم الله والرضا ديال الله سبحانه وتعالى، وداكشي اللي كيوفقني عليه الله كنحاول نوصلو ليكم، وتانتوما الله يوفقكم والله يسخر ليكم. وبالنسبه للاخوه راه بزاف تيجيو عندي وبزاف تيصيفطوا ليا في الميساجات ديال في الواتساب، راه كنجاوب بزاف ديال الاصدقاء، وكاين شي ناس ما كتلحقهمش مثلا الاجوبه، كل واحد شنو تيكتب في لي كومونتير وهادي. المهم حنا راه داكشي اللي كيرضينا عليه الله هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي كنديروه، الشيء اللي كيوفقنا عليه الله وهادي، وهادشي هو اللي كاين. اما شي حاجه اخرى الخوت راه بعض المرات تجي الظروف ما كتساعدش في الوقت ديال الفيديوهات، وهادشي اللي كاين اخوتي. وكنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا معنا وتستافدوا معنا بزاف ديال الحوايج. غير هي الصراحه راكم عارفين بالنسبه للفيديوهات قدامين حاولوا تركزوا عليهم وحاولوا تفرجوا فيهم، واي حاجه بغيتو ندير لكم عليها شي فيديو خليوها لنا في لي كومونتير، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وكنتمنى من الله نرجعوا معكم هذه العوده هذه ان شاء الله تكون عوده مزيانه اللي نحاول نشارك معكم فيها بزاف ديال الفيديوهات في الصراحه. وكنتمنى من الله يوفقنا في جميع الفيديوهات ويوفقكم حتى نتومايا، والله يسخروا هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليكم اخوتي.